بسم الله الرحمن الرحيم. أمن له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه. أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون ثناه. لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك، أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وقيوم السماوات والأراضي. نسألك بنور وجهك أن تجيرنا من النار بقدرتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك. الجنة فيا حبذا الجنة واقترابها، الجنة طيبة وبارد شرابها. نادي اسمع يا رعاك الله. إن المتقين في جنات، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ألم تسمع نداء الله وينادينا إنها الجنة، الجنة التي اشتاق إليها الصالحون، الجنة وقدم مهرها الصادقون. فاسألوا عن جعفر الطيار وحرام ابن ملحان وعامر ابن أبي فهيرة وعبد الله ابن أبي رواحة. اسألوا خطاب عن نواب الوليد، فهل قدمت مهرها؟ دهاك النوم عن طلب الأمان، وعن تلك الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا موت فيه، وتلقو في الخيام مع الحصان. تنبه من منامك أن خير من النوم التهجد بالقرآن. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها المشتاق سترى ربك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أضاء لها نور من الفجر أعظم. لله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلمهم. ما تعلموهن آسية بنت مزاحم، إنها تعبد ربا غيري. ربي ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، الجنة. وأدخل الذين آمنوا، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها بإذن ربهم. رأت جزاء ثباتها ورأت جزاء صدقها. إليك أنت أيضا خديجة، فإذا هي أتت قال أقرع عليها من ربها ومني السلام. فأين المشمرات؟ فالبدار البدار قبل أن تصفر شمس العمر، قبل أن يحين الغروب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اللهم إنا نسألك الجنة، الجنة تنادي.